بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل العزيز محمد الأحمد. شكرا أيضا للكباتن الكبار هناك في الاستديو التحليلي، الكابتن عبد الحميد المستكي والكابتن زبير بيا. سيداتي أنساتي سادتي، طابت أوقاتكم وطاب مساؤكم هنا من استاد آل نهيان في العاصمة الحبيبة أبوظبي، حيث لقاء الوحدة والنصر في ختام دوري أدنوك للمحترفين. صراع على المركز الثاني، هذا ما يبحث عنه فريق نادي الوحدة والنصر، يريد أن يعيد أو يعود إلى سكة الانتصارات بعد توقفه في الجولات الماضية. إذن مباراة مهمة ومهمة جدا لأصحاب السعادة الذين يطاردون المركز الثاني، على اعتبار أن أيضا السيد غريغوري قال قبل بداية هذه المباراة بأننا سنقاتل حتى النهاية على المركز الثاني، والصراع اشتد فيما بين الشارقة والوحدة على المركز الثاني. قبل قليل أيضا ودعنا فريق لابد أن نشيد فيه وفي إدارته وفي جهازه الفني، الحديث عن العروبة بالفعل الذي قدم موسما قد يكون يعني رائع جدا في ظهوره الأول وبقائه حتى اللحظات الأخيرة منافسا على البقاء. هارد لك لفريق نادي العروبة ولجماهيره ولإدارته ولمدربه الرائع السيد فتحي العبيدي. إذا تعرفنا على الفريق الآخر الثاني الذي هبط مع فريق نادي الإمارات وهو فريق نادي الظفرة. نبارك أيضا لإدارة نادي الظفرة ولجماهيره ومحبيه وأيضا بقاءه في دوري أدنوك للمحترفين. مبروك للظفرة، هارد لك لفريق نادي العروبة. أحمد الحسني يحييكم من استاد آل نهيان، حيث لقاء كبير يجمع فيما بين فريقين كبيرين. تتحدث عن العميد فريق نادي النصر، اللغز المحير لدى جماهيره لدى الإعلام لدينا جميعا. نعم النصر محير تماما من استعداد ومن أمور يكون مستعد بشكل جيد وتسير أمور الفريق، وعندما يأتي لبطولة الدوري ماذا يحدث للنصر؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه اليوم. أذكر الآن بتشكيلة الفريقين في هذه المباراة، وبأبدأ بصاحب الأرض اللي يلعب بحارس المرمى راشد علي اللي واضح بالصورة، لوكاس بيمنتا، جواو بيدرو، اسماعيل مطر 10، بيدرو اسماعيل مطر 10، خميس اسماعيل 13، منصور الحربي 15، روبن فيليب رقم 19، عبد الله الكربي رقم 21، فارس جمعه 44، عمر خربين او خربين رقم 70، ريان بينيس 90. اذا هذه تشكيله السيد غريغوري، بينما على الطرف الاخر السيد سالم ربيع المدرب الذي يقود اخر مباراه له في دوري المحترفين بعد ما تعاقد النصر مع المدرب الألماني اللي راح نتحدث عنه، يلعب به عبد الله التميمي في حراسة المرمى، طارق أحمد 5، ريان منيديش رقم 7، مهدي عبيد 8، ضياء 7 رقم 10، يعقوب البلوشي رقم 14، ومحمد فوزي 15، ويسلي باتريك براغا رقم 19، أنطونيو خوسيه دي كارفالو اللي هو توزي رقم 20، وليما رقم 22، وعبد الله عباس رقم 78. طاقم تحكيم لهذه المباراة بقيادة الحكم الشاب خالد ناجم كحكم ساحة، وهي التاسع مباراة يديرها في دوري أدنوك للمحترفين. مساعد أول مسعود حسن، مساعد ثاني عثمان المازمي، والحكم الرابع هو سيف نبيل، وفيديو أول عمر العلي، وفيديو ثاني عامر القادري، ومقيما للحكام السيد عبد الواحد خاطر، ومراقبا للمباراة السيد فهد الحمادي. إذا ذكرنا تشكيلة الفريقين وذكرنا أيضا طاقم التحكيم لهذه المباراة، نأمل إن شاء الله من الفريقين أيضا بأن نشاهد منهم أداء جيد في هذه المباراة، ونأمل أيضا بأن نشاهد أهداف أيضا في هذه المباراة، علما بأن آخر لقاء جمع الفريقين كان في الدور الأول هناك في استاد المكتوم، انتهى بهدفين مقابل هدف واحد يوم سجل جواو كانديدو هدف في تلك المباراة، وفابيو مارتينيز بركلة جزاء، وسجل أنطونيو خوسيه
هدف النصر الوحيد. إذن آخر لقاء بين الفريقين انتهى بهدفين لهدف واحد لمصلحة فريق نادي الوحدة. اليوم نحن نأمل أيضا من الفريقين بتقديم أداء جيد وأداء مميز ونشاهد الأهداف في ختام دوري أدنوك المحترفين في ظل غياب أيضا للبرتغالي فابيو مارتينيز عن هذه المباراة. هنا انطلاقة من ديز، محاولة خطيرة للنصر، ضاعت لكن قبلها كان في تسلل أيضا وأوفسايد في اللعبة الماضية، لكن انفراد صريح تماما لمصلحة مينديز اللي واضح بالصورة، أو مينديز اللي شوف هذه الكرة الماضية، هذه الكرة وهنا التسلل. وين التسلل يعني من خلال هذه اللقطة لا نشاهد التسلل عموما. كان هناك في تسلل، وأعتقد بأن لو انحسب الهدف كان ربما يرجعون للفار في تلك اللقطة الماضية. إذن مباراة منتظرة، مباراة مرتقبة، الوحدة يحاول الفوز في هذه المباراة، يستعيد المركز الثاني مؤقتا حتى لقاء يوم غد، اللقاء الكبير نعم بين الفريقين الكبيرين، بين الشارجة وبين العين طبعا خلص أموره بدري، باركنا له ونبارك له دائما، على اعتبار أن العين أيضا يعني حسم بطولة الدوري مبكرا وفاز في البطولة. هنا محاولة الآن إسماعيل يحاول يمر الصافرة وخطأ أيضا من حكم اللقاء السيد خالد ناجم حكم هذه المباراة. ضربة حرة مباشرة تماما لهذا الرجل، لهذا الشاب الذي كل يوم يزداد عطائه أيضا في دوري أدنوك للمحترفين. نتحدث عن إسماعيل مطر، الورقة المهمة تماما في تشكيلة فريق نادي الوحدة. ضربة حرة مباشرة الآن لهذا الرجل الواضح بالصورة، نجم الكرة الإماراتية ونجم نادي الوحدة، نجم إسماعيل مطر. بينما هنا التميمي في حراسة المرمى يوجه لاعبيه، بعد قليل سنضع المشاهد الكريم بالصورة أيضا بوضعية الفريقين. لكن دعونا الآن مع ضربة حرة مباشرة الآن، هذه كرة اللعب للأمام تتخلص، هذه تعود من جديد الآن لمصلحة عمر خريبين في الجهة اليمنى، وكرة عرضية ورأسية ولكنها تبعد أيضا من قبل دفاعات النصر. عادت من جديد مهدي عبيد، كرة بالخطأ، يضغط بيدرو الآن في محاولة، جواو بيدرو 14 هدف في دوري أدنوك، هو وخريبين بنفس الرصيد، لكن من طار بكل الألقاب هو العين ببطل الدوري، بأفضل مدرب، بهداف الدوري، بأكثر الفرق تحقيقا للانتصار، بأكثر الفرق تحقيقا للأهداف، بأقوى يعني كل العيناوية سيطروا على كل شيء هذا الموسم ويستحقونها عن جدارة واستحقاق لما قدموه هذا الموسم. على السريع، الوحدة يلعب هذه المباراة وهو في المركز الثالث من 25 مباراة ماضية، انتصر في 15، فاز في 7، تعادل أو خسر في 3، وهذه كرة تبعد أيضا، نعم خسر في 3 مباريات، سجل 49 هدف وعليه 23 هدف في دوري أدنوك. على فكرة الوحدة هو ثاني أقوى خط هجوم. هنا إسماعيل يلعب كرة، يا سلام على رأس جواو، ولكن الكرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن إلى ركلة ركنية، الركنية الأولى الآن لمصلحة فريق نادي الوحدة اللي يعلم تماما بأن فوزه اليوم يستعيد المركز الثاني مؤقتا حتى بانتظار مباراة يوم الغد أيضا فيما بين الشارقة والعين. ملاحظة بالفعل كانت جميلة أيضا من محللنا القدير الكابتن الزبير بيه، راح نتحدث عنها، ذكر كلام جميل وكلام مهم. عموما كرة تعود بجديد الآن، كارفالو فوزي يلعب كرة الآن، ويسلي محاولة الآن نصراوية وانطلاق الآن للأمام عن طريق اللاعب ويسلي، يلعب كرة خطيرة نصراوية ولكن أيضا تبعد عن طريق بيمينتا. الآن عادت من جديد ويسلي باتريك براغا، ولما نطري براغا نتكلم عن مدرب كبير قاد الجزيرة لبطولة الدوري. حديث عن ارجع لحديث ايضا لنضع المشاهد الكريم بالصوره مره اخرى، ذكرنا الوحده الان النصر
اللي يأتي في المركز الثامن برصيد 32 نقطة من 25 مباراة لعبها، فاز في 9 تعادل في 5 خسر في 11 مباراة، سجل 40 هدف ودخل مرمى 36 هدف، ولديه من النقاط 32 نقطة وهو في المركز الثامن. نذكر أيضا بنفس هذا التوقيت يدور لقاء هناك في نادي الوصل، فيما بين الوصل والجزيرة، أيضا في لقاء أيضا هناك يجمع فيما بينهم، لكن هذا هو اللقاء الأهم، الوحدة، على اعتبار الآن خلاص عرفنا اللي غادروا دورينا، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والعودة من جديد إن كان الإمارات أو العروبة، وعرفنا بطل الدوري، لكن الآن علينا أن نعرف من هو وصيف دوري أدنوك للمحترفين. حلو حلو بأن للجولة الأخيرة لازالت الأمور لا تعلم تماما من هو وصيف دوري أدنوك للمحترفين، لكن أعود لكلمة المحلل القدير الكابتن الكبير زبير بيا، نجم الكرة التونسية والنجم اللي مثلنا أيضا في ألمانيا في نوادي كثيرة، وشارك أيضا مع منتخبات تونس وقدم مستويات ممتازة، وهذا الشيء يفرحنا تماما عندما نشاهد هؤلاء النجوم هم من يكونون محللين لقنوات أبوظبي الرياضية. حال كذلك أيضا للكابتن القدير عبد الحميد المسلكي، واحد من الأسماء الكبيرة الرائعة في نادي العين اللي حققت البطولات، وهو مدرب ومشرف وأكاديمي، وهذه الأمور أيضا تسعدنا لوجود هؤلاء. لكن الزبير بيا قال لك ليش ما أقيمت مباراة العين والشارجة والنصر والوحدة بنفس التوقيت؟ نعم نعم اتفق معاه تماما في هذا الحديث. كرة تعود من جديد الآن، السبع يلعب كرة عالية للأمام، رأسية تتخلص وتسديد أيضا ولكن سهلة لأحضان حارس المرمى. نعم يعني اليوم أيضا مباراة النصر والوحدة وغدا لقاء الشارجة، يفوز الوحدة اليوم يشكل ضغط كبير على الشارجة، لكن أيضا لو تعادل الوحدة أو خسر في هذه المباراة فإن أيضا الأمور خلاص ستنتهي للشارقة وصيفا، لكن كانت أن تكون المباراة بتوقيت واحد أتفق تماما مع الكابتن زبير بيا. كرة تعود من جديد الآن، الوحدة طبعا على ملعبه حقق الفوز على الإمارات 4-1، على عجمان 3 بالدور الثاني 4-2، على العروبة على خورفكان 1-0، تعادل مع بنياس 1-1، مع شباب الأهلي 0-0، مع الجزيرة 1-1 بالدور الثاني، لم يخسر في الدور الثاني إلا من العين والشارقة، بينما النصر خارج ملعبه خسر من عجمان 0-3، من الجزيرة 1-2، من العين 1-3، وفي الدور الثاني من خورفكان 0-4، ومن بنياس 1-2. عيسى غريغوري يعني أعتقد بأن أيضا قدم موسم جيد مع فريق نادي الوحدة، رغم يعني ليست بتلك الخبرة الكبيرة لهذا الرجل، لكن يبقى أيضا بأن عمل بشكل جيد مع الوحدة، وكان منافسا أيضا مع فريق نادي العين حتى الجولة رقم 23 تقريبا، وقدم مستويات ممتازة وصعد أيضا مع الوحدة إلى نهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ليلاقي الشارقة في بداية الموسم القادم بإذن الله تعالى. كرة تذهب الآن، هذا محمد فوزي، يعني ظهرت أقاويل أيضا بأنه خلاص سيرحل عن النصر هذا الموسم، بينما هذا الرجل اللي خلاص هي آخر مباراة يقود فيها النصر، لكن عندما سئل في المؤتمر الصحفي وقال له هل أنت عقدك مستمر مع النصر ولا لا، قال أنا عقدي مع النصر أبدي. رد كان جميل من الكابتن سالم ربيع النصراوي طبعا قبل كل شيء، قال عقدي مع النصر أبدي، لكن النصر طبعا نعلم تماما بأن تعاقد مع المدرب الألماني كرونيست فينك الألماني اللي درب بازل، درب هامبورغ، ويسمى أيضا يعني كورنستين فينك، وهو رجل الألقاب، رجل الألقاب، فنتمنى أن يكون مع النصر ويحصد الألقاب، لأن جماهير النصر أيضا تعبت تماما سنوات كثيرة جدا غايب. قريبين تسديد أيضا لكن السهلة بيد حارس المرمى، 14 هدف هذا الموسم لهذا الرجل، أعتقد بأن خلاص الأمور انتهت على مستوى هداف الدوري، لأن لابا في كل مباراة يسجل، ولابا على فكرة يعني لابا اللاعب
الوحيد اللي سجل اثنين هاتريك وواحد سوبر هاتريك، قدم مستويات ممتازة هذا الموسم لابا. كرة تعود بجديد الآن إيمينتا، الآن محاولة لوكاس بإيمينتا يعيد على طول لمنصور الحربي، منصور فارس جمعة، فارس على طول لخميس إسماعيل هنا في الجهة اليسرى، تمريرة روبن عادت لجواو، كلها تمريرات الآن لمصلحة فريق نادي الوحدة. موسم بالفعل يعني ينقضي، سار بشكل جميل ورائع. لابد أيضا أن نشكر رابطة المحترفين لما قدموه، وعلى طاري رابطة المحترفين أيضا يعني أيضا لله الحمد، لله الحمد المدير التنفيذي أيضا السيد وليد الحسني اللي غادر المستشفى، ولله الحمد، ونطمن الجميع بأنه يسير بصحة جيدة وعافية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض وأن يعافي أيضا وليد الحسني اللي قدم مستوى رائع أيضا مع لجنة أو رابطة المحترفين هذا الموسم. الله يشافي إن شاء الله كل مريض بإذن الله تعالى. كرة تصل الآن باتجاه عبد الله التميمي، يرسل كرة طويلة للأمام الآن، 0-0 حتى الآن. آخر لقاء جمع الفريقين كما ذكرت انتهى بفوز الوحدة بهدفين لهدف، لكن على مستوى تاريخ مواجهات النصر والوحدة نتحدث عن 25 مواجهة سابقة جمعت الوحدة والنصر في دوري المحترفين. يتفوق الوحدة ب 14 انتصار مقابل 4 انتصارات للنصر و7 تعادلات حدثت فيما بينهم. لم يخسر الوحدة في مباريات الختامية في آخر 8 مواسم بدوري المحترفين، فاز في 6 تعادل في 2 منذ خسارته أيضا في ختام 2011-2012. بينما لم يحقق النصر الفوز في مباراته الختامية. هنا محاولة الآن وكرة خطيرة نصراوية تتخلص. نعم النصر لم يحقق النصر الفوز في مباراته الختامية التي كانت خارج أرضه في آخر 5 مواسم بدوري المحترفين، تعادل في 1 وخسر في 4، بينما في ذلك كانت يعني بما في ذلك كانت خسارته في 4 مباريات ختامية إن كانت خارج أرضه. سجل طبعا خريبين وبيدرو ومارتينيز محترفي الوحدة ما يقارب 76% من أهداف الوحدة هذا الموسم في 49 هدف في دوري أدنوك للمحترفين، بينما الأجانب سجل لاعبون الأجانب آخر 7 أهداف للوحدة في مرمى النصر في دوري المحترفين، بينما سجل الوحدة 45 هدفا في مرمى النصر وسجل النصر 32 هدفا في مرمى الوحدة خلال مواجهاته. سيبستيان تيغالي طبعا هو هداف مواجهات الفريقين، سجل 13 هدف في مرمى النصر أو سجل 12 هدف بقميص الوحدة في مرمى النصر وهدف وحيد بقميص النصر في مرمى الوحدة. غيابات طبعا للدوليين اللي ذهبوا لمنتخب الإمارات، اللي نعمل إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في مهمته القادمة، مهمته القادمة أمام استراليا وأمام أيضا الوحدة أو أمام استراليا وأمام بيرو، عفوا أمام بيرو، ويجب أن يكون الكل يد واحدة. نعم الكل يجب أن يكونوا يد واحدة تماما على اعتبار أن لدينا مهمة وطنية بإذن الله نجتازها نجتازها. رامي التماس الآن، ربع ساعة تمضي. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، لا زال التعادل مستمر بدون أهداف. تعود من جديد الآن فوزي، يعيد لحارس مرمى التميمي، تعود من جديد خميس إسماعيل الآن باتجاه القائد طارق أحمد، تصل لمهدي عبيد ويسلي براغا، يحاول مور، يتقدم براغا، يلعب كرة خطيرة للنصر، ممكن تسديدة قوية لكن أيضاً ينقض عليها، أيضا ينقض عليها المدافع يخلصها، كانت كرة خطيرة جدا لمصلحة فريق نادي النصر. تعود من جديد الآن، النصر شايف بادي بداية جيدة حتى الآن من خلال الدقائق الماضية. هاي تمريرة باتجاه مهدي عبيد، تخلص من أمام مهدي،
تصل الآن صافرة وخطأ أيضا سبع حكم اللقاء سيد خالد ناجم. تسع مباريات، هذه مباراته التاسعة في دوري أدنوك للمحترفين، أخرج 30 بطاقة صفراء واحتسب 4 ركلات جزاء هذا الموسم. كرة تعود من جديد، خميس إسماعيل يعيد لحارس مرمى راشد علي. 17 دقيقة لا مشاهدينا الكرام بداية هذه المباراة والأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف. كرة تعود من جديد، تخلص هذه إلى خارج أرضية الملعب، تماس الآن لمصلحة عبد الله الكربي اللي راح يكون على تنفيذ رمية التماس الآن لمصلحة فريق نادي الوحدة. مباراة بالفعل كما ذكرت يعني مهمة جدا لهذا الرجل ولفريق نادي الوحدة، على اعتبار أن ذكر في المؤتمر الصحفي بأننا سنقاتل على المركز الثاني حتى نهاية الدوري. مباراة الشارجة والعين يوم الغد أيضا 9 مساء استاذ هزاع بن زايد. كرة تعود لها من جديد، يبعدها أيضا راشد علي، كان في خروج أيضا من حارس المرمى راشد علي. تعود من جديد الآن انطلاقا للأمام، محاولة قائمة، عمر يتقدم الآن، عمر يلعب كرة للأمام، جواو يلم كرته بشكل جيد الآن يعيدها لإسماعيل، تمريرة من إسماعيل تخلص هذه أيضا، تصل لتوزي. ويسلي براغا يرسل كرة طويلة للأمام سهلة تماما لا وجود لأي لاعب. الوحدة طبعا آخر مباراة فاز على الجزيرة بهدفين لهدف، بينما النصر خسر من الظفرة أيضا بنفس النتيجة بهدفين لهدف، هذه آخر لقاءين جمع الفريقين. غدا طبعا هو ختام دوري أدنوك للمحترفين، بنياس واتحاد كلباء، فورفكان وشباب الأهلي، العين والشارجة والإمارات وعجمان. ركلة ركنية وحداوية الآن، كرة اللعب عالية داخل منطقة الجزاء وتعدي من أمام فارس جمعة ومن أمام الجميع وتذهب إلى خارج الملعب، أصبحت الآن إلى ركلة مرمى. اسمع مني الآن، حتى الآن قبل مباريات اليوم أقيمت 175 مباراة، إجمالي المباريات اللي انتهت بالفوز 135 مباراة، وإجمالي المباريات التي انتهت بالتعادل 40 مباراة، وتم تسجيل 496 هدف قبل مباريات اليوم بالإضافة إلى هدفين اعتباريين أيضا. اللاعبين الأجانب سجلوا 369 هدف بينما المواطنين سجلوا 127 هدف. هنا انطلاقة الآن، الكرة الماضية ما فيها شيء، محاولة الآن مهدي بن عبيد الآن يلعب كرة، مهدي يلعب كرة عبيد خطيرة للنصر لا زالت، والكرة بعد ذلك تتخلص بينما يبدو في راية أيضا، يبدو في راية الآن في اللعبة الماضية. نعم الراية كانت موجودة من مسعود حسن وريان مينديز يقولهم هذه الكرة الماضية، وهنا التسلل في اللعبة الماضية. لاحظ هذه الكرة الماضية الآن، قبلها كان في تسلل أيضا لمصلحة فريق نادي الوحدة. هنا سالم ربيع آخر مباراة لا أيضا، لكن جميل كان رده في المؤتمر الصحفي، قالوا له عقدك انتهى مع النصر، قال لا عقدي مع النصر أبدي، ويتحدث كون أنه نصراوي وابن هذا النادي أيضا. واحد وعشرين دقيقة الآن، بالسلام إن شاء الله، بالسلام إن شاء الله للاعب فريق نادي الوحدة اللي يقوم بالسلام الآن. عبد الله الكربي يكمل المباراة أيضا مع زملائه.
نذكر أيضا بنفس هذا التوقيت أيضا الجزيرة والوصل التعادل بدون أهداف حتى الآن. غريغوري تعادل هذا المساء، خلاص يخرج تماما من المركز الثاني. طبعا مستوى الرباعي خلاص انحسم العين في المركز الأول ب 64 نقطة. الشارجي والوحدة والصراع بينهم على المركز الثاني والثالث، الجزيرة رابعا، شباب الأهلي خامسا لبطولة الدوري، بينما المركز السادس حتى الآن للوصل ب 33 نقطة، عجمان 32 نقطة، النصر 30 نقطة. كل هذه يعني فرق قادرة أن تأتي إلى المركز السادس. كرة تتخلص الآن، تعود من جديد، انطلاقة، ريان يحاول يمر، تبعد من أمام الآن ويرسل كرة أمامية باتجاه ويسلي براغا، ولكن سهلة تصل لحارس المرمى راشد علي. راشد علي حارس مرمى فريق نادي الوحدة، لكن يجب أن يكون الحذر من اللاعب ريان مينيديز، لاعب مميز بالفعل، ولكن كان أبرز وكان أميز مع فريق نادي الشارقة عندما حقق الشارقة بطولة دوري المحترفين. كرة تعود بجديد الآن، فارس جمعة 0-0 حتى الآن، الدقيقة رقم 28 أو 22 عفوا، نقترب من الدقيقة رقم 23، الأمور لا زالت عند التعادل السلبي بدون أهداف. هذا الكيربي، طارق أحمد، ترسل أمامية الآن، تبريرة توزي حول مور، كرة لازالت واستبراغا، لوكاس بيمينتا الآن، منصور الحربي، لوكاس بيمينتا الآن في وسط الملعب، تعود بالجديد الآن انطلاقة، بيدرو جواو يتقدم يسدد، ولكن تصطد أيضا إلى خارج أرضية الملعب. موجود أيضا ريان بينيسي في تشكيلة فريق الوحدة. لوكاس بيمينتا حتى الآن بدون أهداف، هدف واحد أعتقد لو أتى سيغير أمور كثيرة في المباراة. كرة اللعب جواو طبعا في موقف تسلل، شوف اسماعيل كيف يضغط، شوف اسماعيل كيف يضغط، ينطلق من الجهة اليمنى ويضغط. طبعا مدرب النصر الجديد ايضا كورنستن فينك موجود الالماني يتابع هذه المباراة، وهو منذ الجولات الماضية كان موجود. كرة تذهب الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، كرة الماضية أبعدت عن طريق عبدالله الكربي، واضح بالصورة أيضا. ويسلي براغا صافرة وخطأ الآن يحتسبها حكم المباراة سيد خالد ناجم على لوكاس بيمينتا مدافع فريق نادي الوحدة البرازيلي صاحب 21 عاما. لاحظ هذه الكرة الماضية، وهنا الخطأ اللي احتسبه حكم المباراة. غريغوري قال لك راح نقاتل في هذه المباراة. ضربة حرة مباشرة هنا راشد علي، منذ سنوات انتقل من الوصل للوحدة. أنطونيو خوسيه وهداف فريق نادي النصر على فكرة، أنطوني خوسيه توزي برصيد 12 هدف، وهو آخر من سجل في مرمى النصر أيضا هذا الموسم في الدور الأول. ضربة حرة مباشرة الآن، طارق أحمد موجود وتوزي موجود، توزي يبدو راح يسدد مباشرة، تسديدة تصطد أيضا في الحائط، تعود من جديد وتصطد أيضا في الحائط البشري، تصل لروبن بشكل ممتاز يمر، بشكل ممتاز يمر روبن فيليب الآن يتقدم للأمام،
بعد ذلك تبعد من أمام الآن، عادت من جديد. تصطد هذه اللوكاس بيمينتا، بعد ذلك تذهب إلى خارج أرضية الملعب. فارس جمعة الآن يرسل الكرة أمامية. تصل نصراوي يعقوب حسن ليما ريان، يلعب كرة الآن باتجاه ضياء السبع. ضياء يحاول يمر، يلعب كرة عرضية تعدي أيضا من الجميع، تصل سالة باتجاه حارس المرمى. إسماعيل خريبين بيدرو، صافرة وخطأ الآن، صافرة وخطأ الآن، ويبدو في بطاقة صفراء الآن راح نشوف. نعم بطاقة صفراء للاعب يعقوب حسن، هذه البطاقة رقم 31 اللي يشهرها حكم اللقاء. لكن مجمل البطاقات كلها ككل قبل مباريات اليوم، اسمع مني، 651 بطاقة صفراء قبل مباريات اليوم. هذا سالم ربيع بسماح، لوكاس بيمينتا، روبن فيليب، اسماعيل حاول يلعب بالكعب ولكن خلص من امام طارق. هنا في تدخل ايضا، هنا في تدخل، ويبدو في بطاقه صفراء ايضا سيشيرها حكم المباراه لمنصور الحربي. نعم بطاقه صفراء الان يشيرها حكم المباراه. نعم اذا هي البطاقه الثانيه في المباراه الان. لاحظ هذه الكره، نعم في تدخل بتهور في اللعبه الماضيه. هنا محمد فوزي قال ما راح الوم النصر لو ما جدت العقد معاهم، ما راح الومهم، هكذا كان حديثه. كرة تذهب الآن، تعود من جديد لمصلحة النصر. مهدي عبيد، ريان بشكل حلو لضياء، ضياء يلعبها على طول فوزي، محمد فوزي تخلص من أمام الآن. مرور من جواو، مرور آخر من جواو، لاحظ القوة الآن، انطلاق الآن جواو بيدرو بقوة يتقدم، ممكن يسدد قوية، لكن حارس المرمى أيضا يخلص التميمي إلى خارج أرضية الملعب الآن في محاولة عنترية كانت من جواو بيدرو. لاحظ جواو مر، تخلص بقوة، سدد، لكن حارس المرمى أيضا يحسب له أيضا في إبعاد الكرة الماضية إلى خارج الملعب ركنية. ممتازة كانت ردة الفعل من حارس المرمى عبد الله التميمي. نصف ساعة الآن بعد الركنية، أعتقد بأن راح يتوقف اللعب لشرب المياه والتقاط الأنفاس لأن الأجواء خلاص الآن أصبحت حارة والرطوبة أيضا عالية. كرة اللعب الآن بالرأس، خطيرة، لمسة يد، لمسة يد لمصلحة فريق نادي النصر. الآن التوقف لشرب المياه الآن. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي لامست يد جواو بيدرو. جواو كان محتاج أيضا بأن الكرة لم تلامس يده. عموما طالما احنا واقفين إذا نسمع مني شوي بعض المعلومات عن دوري أدنوك للمحترفين. أذكر بأن العين في صدارة دوري أدنوك للمحترفين ب 64 نقطة. قبل مباريات اليوم الشارجة في المركز الثاني ب 54 نقطة.
الوحدة في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع ب 45 نقطة. شباب الأهلي خلاص على المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما الوصل في المركز السادس قبل مباريات اليوم ب 33 نقطة. عجمان في المركز السابع، الله على عجمان. نعم، هو هذا الموسم واحد يعني من قدموا موسم رائع لفريق عجمان. هنا الفرصة الوحيدة الخطيرة أيضا اللي سددها. النصر في المركز الثامن ب 32 نقطة، بنياس في المركز التاسع برصيد 30 نقطة، وربما يقفز أيضا للمركز السابع إذا ما فاز يوم غد وخسر النصر. خورفكان اللي ضمن بقائه أيضا مع مدربه الوطني عبد المجيد النمر بوصوله للنقطة رقم 28 في المركز العاشر. اتحاد كلباء في المركز الحادي عشر ب 27 نقطة. الظفرة ب 24 نقطة بعد ما حسم موقف اليوم وبقائه وغادر العروبة والإمارات دوري أدنوك. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والعودة من جديد. الآن نعود لاستكمال الشوط الثاني بعد ما تناول أو شرب اللاعبون واستراحوا أيضا. يعود الآن عبد الله التميمي ليلعب لمسة اليد اللي كنا تركنا عليها. هذا حكم اللقاء سيد خالد ناجم احد الحكام الشباب، امتداد ايضا للحكام الشباب اللي شاهدناهم هذا الموسم وقدموا مستويات ممتازه. حديث عن خالد ناجم، الحديث ايضا عن الهرمودي اللي قدم مستوى مميز، ضبيع، كل هذه اسماء يعني ايضا ضبيع واحد من الحكام الجيدين القادمين، وهذا شيء يحسب ايضا لاتحاد الامارات لكره القدم ولجنه الحكام لاعطاء الفرصه لهؤلاء الحكام الشباب لكي نشاهدهم ايضا. لا ننسى ان نبارك ايضا لمحمد عبد الله حسن ومحمد احمد يوسف وحسن المهري اختيارهم في كاس العالم القادمه في قطر. كل التوفيق ان شاء الله لابناء الامارات اينما يتواجدون. لوكاس بيمينتا الحربي تعود لي لوكاس باتجاه الكيربي الان في الجهه اليمنى، محاوله الان جواو بيدرو، تمريره ممتازه من الكيربي باتجاه جواو بيدرو، محاوله قائمه الان، حاول يمر نجم كبير بالفعل شاهدناه يتالق مع الظفره، تالق مع بنياس صاحب ال 29 عاما البرازيلي جواو بيدرو اللي كان يلعب في نادي رايو فايكانو هناك في اسبانيا، لاعب للفتح السعودي. طبعا انتقل من الفتح السعودي للظفره، ومن الظفره اعار لبنياس، وعاد ايضا من الظفره للوحده. بالسلام ان شاء الله احد اللاعبين ساقط على ارضيه الملعب، يقوم بالسلام ان شاء الله يكمل المباراه. هنا غريغوري ومحمد فوزي يعرفون بعضهم ما في شك، لان غريغوري ايضا كان لاعب في اتحاد كلبه، كان لاعب ايضا في شباب الاهلي في دبي ايام ما كان دبي قبل ان يندمج مع شباب الاهلي. سنوات كثيره قضاها غريغوري كلاعب ومدرب. تغيير اضطراري يبدو الان، تغيير اضطراري. اذا عبد الله الكربي يغادر ارضيه الملعب و دخول اللاعب عبد الرحمن صالح. عبد الرحمن صالح ايضا كرة تعود من جديد. طارق احمد حتى الان يعني ما شاهدنا ذلك الاداء اللي كنا نمني نفس ان نشاهده. كره تصطد في حكم اللقاء. عموما يعني الحكم استأنف اللعب على اعتبار ايضا بان الكره وصلت
للاعبي فريق النصر. تمريرة حلوة الآن توزي داخل منطقة الجزاء خطيرة ولكن ليس هناك من يقابل جواو. تصل لإسماعيل تمريرة على طول في تدخل على إسماعيل حكم اللقاء يعطي مبدأ تحت فرصة. تصل الآن على طول لريان يانيس. ريان يلعب كرة الآن لوكاس بيمينتا. خميس إسماعيل لغير مكانه مع فيليب الآن. عبد الرحمن صالح البديل لخميس إسماعيل. خميس عبد الرحمن صالح كرة خاطئة الآن عادت من جديد نصراوية. مهدي عبيد يكسب رمي التماس الآن بذكاء. يكسب رمي التماس بذكاء. 37 دقيقة الآن. هذا غريغوري حتى الآن طبعا هل باقي مع الفريق غير باقي حتى الآن إدارة نادي الوحدة يعني اللي علمنا بأن النصر غير مدربة وفي الأيام القادمة أيضا راح نسمع عن تغيير مدربين كثر. كرة تعود من جديد بيمينتا يضغط صافرة وخطأ على لوكاس بيمينتا ويبدو بأن هناك أيضا في بطاقة صفراء سيشيرها حكم المباراة الآن في هذه اللحظات. لاحظ هذه الكرة الماضية الآن مسك كان واضح أيضا في الكرة الماضية وخطأ موجود وضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء الآن للوكاس بيمينتا. تعود من جديد الآن 7 دقائق متبقية الآن على الوقت الأصلي وبخلاف أيضا دقيقة أو دقيقتين كوقت محتسب بدل ضايع للوقوف أيضا لشرب المياه. كرة اللعب الآن يعني حتى لا ما شاهدنا أيضا أي تسديدة على المرمى. كرة تصل الآن تمريرة أمامية وحداوية عن طريق جواو يتقدم الآن يعني غير التسديدة جواو بيدرو اللي شالها حارس المرمى وكانت هي التسديدة القوية اللي خلصها التميمي ما شاهدنا ايضا تز. هذه الكره ايضا بعيده تماما الى خارج ارضيه الملعب واضح بالصوره. ريان يانيس لاعب فريق نادي الوحده نقترب الآن مشاهدينا الكرام من الدقيقة رقم 40 والأمور لا زالت سلبية كما بدأنا المباراة. تلعب الآن توزي تقدم ما في أوفسايد انطلاقة خطيرة السبع الله لكن يبدو في راية أيضا يبدو في راية بقرار من الفار لاحظ هذه الكرة. هل هو متقدم هل هو غير متقدم راح نشوف الآن أعتقد بأننا سنلجأ للفار لكن ضياء السبع يا سلام كرة شيب لوب سميها كيفما تشاء يضعها في المرمى الوصل هناك يتقدم على الجزيرة بهدف مقابل لا شيء وهنا التعادل بدون أهداف إذا هدف يلغى الآن. كرة تصل الآن باتجاه إسماعيل لكن التغطية موجودة من ليما. ليما بالفعل يغطي على الكرة الماضية لكن ضياء انطلق بقوة. شوف اللعبة هنا الأوفسايد شايف الخط يعني كان متقدم ضياء السبع من خلال ما نشاهده في الخط الماضي ويلغى هدف جميل يلغى لفريق نادي النصر.
عبد الله التميمي الان 4 دقائق متبقيه مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر ابو ظبي الرياضيه. لا يزال التعادل السلبي مستمر بدون اهداف فيما بين النصر والوحده. متى اخر تعادل سلبي حصل فيما بين الفريقين؟ اخر تعادل سلبي كان في 2015، انتهت 0-0 في استاد المكتوم بنادي النصر. كرة تعود من جديد، ضياء يلعب كرة الان، ريان محاولة الان وكرة اللعب الى خارج الملعب ركلة ركنية. ريان منيديس يلعب الكرة الماضية، ريان قل أداء تماما، يعني لما شاهدناه مع الشارجة كان غير. وطبعا من الرأس الأخضر ريان منيديز 32 عاما، كان يلعب لليل الفرنسي، لعب لنوتنغهام الإنجليزي، لعب للهافر ليل، ولعب لفريق قيصري هناك، وانتقل من قيصري التركي إلى نادي الشارقة، ومن الشارقة انتقل للنصر. 43 دقيقة إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية، لا يزال التعادل السلبي مستمر بدون أهداف فيما بين الوحدة والنصر، وهنا في استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية الحبيبة أبو ظبي. راشد علي يلعب كرة الآن تتخلص، تبعد من أمام إسماعيل. ضياء يلعب كرة لريان، فيليب معه أيضا خلصها. منصور للوكاس بيمينتا، لوكاس لعبد الرحمن صالح البديل مع يانس، بالفعل باتجاه يانس ريان في صافرة وفي خطأ أيضا كما يشير المساعد الثاني عثمان المازمي. هناك في دبي في استاد نادي الوصل، الوصل يتقدم على الجزيرة بهدف مقابل لا شيء. وهنا التعادل السلبي مستمر، وأذكر أيضا بأن قبيل هذه المباراة العروبة ودع دوري أدنوك المحترفين باحترام، كسب احترام الجميع بالفعل فريق نادي العروبة لما قدم في موسمه الأول مع مدربه التونسي فتحي العبيدي. غريغوري تعود من جديد الآن، طارق مهدي عبيد، كرة بشكل غريب من هذا اللاعب، غريبة كانت من مهدي عبيد، لم يعطي الإضافة لفريق نادي النصر. ثلاث دقائق إذا أضافها حكم المباراة خالد ناجم. اللحظات الأخيرة الآن من نهاية الشوط الأول، جواو حاول يسيطر على الكرة، جواو لازالت المحاولة والتسديدة من جواو إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هنا الكرة الماضية، حاول يمر والتسديدة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. كرة تعود من جديد، مهدي عبيد يرسل كرة أيضا بينيه من خلف المدافعين لريان، ريان مينديز يلعب كرة وتصطد إلى خارج أرضية الملعب.
إذا هناك ركلة جزاء أيضا للجزيرة الآن في مباراة أمام الوصل، لنضع المشاهد الكريم بالصورة أول بأول. حكم اللقاء هنا أضاف 3 دقائق، وهناك أيضا 3 دقائق. كرة اللاعب الآن للأمام وبالرأس إلى خارج أرضية الملعب. محمد فوزي كاد أن ينجح بتسجيل أول الأهداف في هذه المباراة. لاحظ الكرة الماضية والرأسية اللي تعتلي العارضة إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه الكرة الماضية اللي اعتلت العارضة. هنا فارس جمعة واضح بالصورة أيضا. إسماعيل خلاص الدقيقة الأخيرة الآن. عبد الرحمن صالح. آخر تعادل بين الفريقين كان في 2015 0-0. تحدث عن بطولة الدوري. كرة اللعب الجزيرة يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات. وهنا حتى الآن أيضا التعادل بدونها. هناك تعادل 1-1. وهنا محاولة ضياء، محاولة خطيرة. النصر جول. هدف أول الآن للنصر في الوقت بدل الضايع وفي اللحظات الأخيرة. ضياء السبع إذن. ضياء السبع يسجل هدف رقم 11 في دوري أدنوك للمحترفين. الهدف رقم 11 لضياء السبع. نعم لاحظ هنا الكرة الماضية وهنا الانفراد وهنا مرورة من حارس المرمى ويسجل هدف النصر الأول. 1-0 الآن، وأعتقد بأن المباراة خلاص. هدف إذن يؤكد تماما بأن الشارقة ثاني الدوري إذا ما انتهت الأمور بهذه الطريقة. إذا ضياء السبع هدف رقم 12 في دوري أدنوك للمحترفين، أو هدف رقم 11 على اعتبار أنه مسجل 10 أهداف قبل مباراة اليوم. خلاص أعتقد بأن حكم اللقاء سيطلق صافرته. بالفعل إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية يطلق حكم اللقاء صافرته. يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف لهذا اللاعب اللي سجل أيضا هدف جميل في الشوط الأول وألغي من قبل حكم الفار. الآن عاد وسجل في اللحظات الأخيرة لكي ينتهي الشوط الأول بتقدم النصر على الوحدة بهدف مقابل لا شيء. زميلي محمد الأحمد ينتظركم مع الكباتن الكبار زبير بيا وعبد الحميد المستكي. محمد، شوط شهدنا هدف في اللحظات الأخيرة للفريق اللي أعتقد كان هو الأفضل في الشوط الأول، تفضل إليك الكلمة. شكرا زميلي محمد الأحمد، الشكر موصول أيضا للكباتن هناك في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مشاهدي ومتابعي قناة أبوظبي الرياضية للشوط الثاني في اللقاء الذي يجمع فيما بين الوحدة والنصر. تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم النصر بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب ضياء السبع، سجل في الوقت بدل الضايع مع نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني الآن راح نشوف هل هناك جديد، هل نشاهد ردة فعل من فريق نادي الوحدة، على اعتبار الوحدة يعلم تماما بأن خسارته أو تعادله في هذه المباراة خلاص المركز الثاني يذهب لفريق نادي الشارقة، دون النظر لنتيجة مباراة الشارقة يوم غد أمام العين. كل التوفيق للوحدة، كل التوفيق للنصر، كل التوفيق لحكم هذه المباراة سيد خالد ناجم أيضا اللي أدار الشوط الأول باقتدار مع مساعديه. نأمل إن شاء الله في الشوط الثاني أن تسير الأمور كما سارت في الشوط الأول، ولكن نأمل أن يتحسن الأداء، لأن بالفعل لم نشاهد تلك الرغبة الكبيرة من لاعبي الفريقين وتحديدا من لاعبي فريق نادي الوحدة اللي يسعى للانتصار على الأقل
يفوز اليوم يستعيد المركز الثاني بانتظار مباراة الشارقة والعين. ربما العين أيضا يفوز ويبقى الوحدة في المركز الثاني، وربما الشارقة يفوز ويبقى الشارقة في المركز الثاني. فكل الاحتمالات الآن أصبحت موجودة، لكن في حالة خسارة الوحدة اليوم دورينا ينتهي تماما، وخلاص عرفنا الأول والثاني والهابط والصاعد. أيضا لا ننسى أن نبارك لدبل فجيرة والبطايح أيضا صعودهم لدوري أدنوك للمحترفين. لا جديد يذكر على مستوى الهبوط، فالصاعد كان هابطا الإمارات والعروبة هذا الموسم. عموما الآن انطلاقة وبداية الشوط الثاني، لا تغييرات لا تبديلات في تشكيلة الفريقين. التغيير الوحيد طبعا في الشوط الأول بخروج اللاعب عبد الله الكربي ودخول اللاعب عبد الله صالح. إذن الوحدة براشد علي، لوكاس بيمنتا، جواو بيدرو، إسماعيل مطر، خميس إسماعيل، منصور الحربي، روبن فيليب، عبد الله صالح، فارس جمعة، عمر خريبين، وريان بينيس. بينما النصر بنفس التشكيلة، عبد الله التميمي في حراسة المرمى، طارق أحمد، ريان منيديز، مهدي عبيد، ضياء السبع، يعقوب البلوشي، محمد فوزي، ويسلي باتريك، أنطونيو خوسيه، توزي، و جلوبر ليما، وعبد الله عباس. إذا هذه هي تشكيلة الفريقين. طاقم التحكيم بقيادة سيد خالد ناجم، مسعود حسن، عثمان المازمي، سيف نبيل حكم رابع، عمر العلي فيديو أول، عامر القادري فيديو ثاني، وعبد الواحد خاطر مقيما للحكام، ومراقب المباراة فهد الحمادي. نامل إن شاء الله في الشوط الثاني أن نشاهد أداء أفضل مما شاهدناه. يعني استمعنا أيضا للاستوديو التحليلي من الكابتن عبد الحميد والكابتن زبير بيا، ذكروا نعم لم ترتقي المباراة أيضا لقيمة الفريقين، لمستوى الفريقين الكبيرين. فنأمل إن شاء الله تعالى أن نشاهد أداء أفضل في الشوط الثاني. رغم أفضلية النصر الطفيفة في الشوط الأول، إلا أيضا لم نشهد تلك الإثارة والقوة والندية فيما بين الفريقين. كرة بالخطأ الآن تعود من طارق على طيب، يا سلام خطيرة، والكرة أيضا تضيع إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. وحكم اللقاء خالد ناجم الآن لاحظ هذه الكرة الماضية، الأوفسايد ما كان موجود. بعد ذلك التسديدة أيضا اللي مرت، هل كان فيها شيء؟ هل يرجع حكم اللقاء للفار أم لا يستدعيه؟ خلنا نشوفه من هذا المكان. تمريرة جميلة كانت من طارق، تمويه كان رائع من ويسلي براغا. ريان ينطلق يواجه حارس المرمى، كاد أن يسدد، بعد ذلك أيضا يتدخل مع المدافع. نعم ما في شيء، الكرة الماضية، كرة تعود من جديد. الآن الوحدة يحاول أن يعود المباراة، يحاول أن يعدل المباراة، لكن النصر كاد أن يضيف الثاني ويصعب من الأمور تماما على مرمى فريق نادي أو على فريق نادي الوحدة. الوصل مع بداية الشوط الثاني يضيف الهدف الثاني في مرمى الجزيرة الآن، ليتقدم هناك الوصل على الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد. وهنا في لقائنا حتى الآن التعادل مستمر بهدف، أو عفوا تقدم النصر مستمر بهدف مقابل لا شيء. هذا ريان اللي أضاع الكرة الماضية، شايف هذه اللعبة الماضية، هذه اللعبة الماضية ما كان في تلامس، في اللعب الماضي من خلال ما نشاهده. بذكر أيضا بأن أكثر الجولات تسجيلا للأهداف حتى الآن كانت هي الجولة رقم 20 والجولة رقم 21، تم تسجيل فيها 26 هدف. اسمع مني، تم تسجيل فيها 26 هدف، الجولة رقم 20 والجولة رقم 21، بينما أقل الجولات تسجيلا للأهداف راح نتحدث عنها أيضا. تعود من جديد، يعني حتى على مقاعد البدلاء لو تشاهد أعتقد بأن الأسماء القوية كلها دفع فيها المدرب غريغوري، إن هناك أسماء شابة أيضا في مقاعد بدلاء فريق نادي الوحدة. كرة تذهب الآن إلى رمي التماس،
تصل باتجاه الليمة. تعود من جديد هنا سالم ربيع أيضا في حديث. جولة رقم 15 كان فيها 15 هدف. سبحان الله، هي الجولة رقم 15 كان فيها 15 هدف. الدور الأول تم تسجيل فيه 252 هدف. كان نصيب الأجانب الأسد في الدور الأول 183 هدف، والمواطنين سجلوا 69 هدف فقط. كرة تعود الآن من جديد لباكاجو هداف الدوري، برصيد 26 هدف، منهم أربع ركلات جزاء مسجلة وركلة جزاء ضايعة أيضا. يعني كوجو لو سجل الأربع ولو سجل أيضا ركلة جزاء ضايعة كان ممكن الآن يصل للرقم 27. كرة تعود من جديد الآن. نصر لا زال يواصل أيضا سيطرته، يواصل أفضليته ويتقدم للأمام مع بداية الشوط الثاني. حاول أن يسجل الهدف الثاني عن طريق ريان مينديز. عمر خريبين غايب تماما، غايب تماما رغم وجوده في أرضية الملعب. جواه هو الآخر أيضا غير التسديد في الشوط الأول ما شاهدنا. صافرة وخطلات. لاحظ هذه الكرة الماضية، وهنا الخطأ على طارق أحمد. هنا الكرة اللي أبعدها راشد علي. أقوى خط هجوم العين ب 56 هدف، ثاني أقوى خط هجوم والوحدة ب 49 هدف. العين طبعا أيضا أقوى خط دفاع عليه 16 هدف، الوحدة أيضا ثاني أقوى خط دفاع عليه 23 هدف، والشارقة ثالث أقوى خط دفاع وعليه 24 هدف. النصر بهدفه اليوم يصل للهدف رقم 41، يتعادل أيضا مع الجزيرة، لكن الجزيرة سجل هدف هناك في مرمى الوصل. هنا محاولة وركلة جزاء، ركلة جزاء الآن تحتسب أيضا لمصلحة فريق نادي الوحدة. خالد ناجم إذن يحتسب ركلة جزاء، وبركلة الجزاء اللي يحتسبها الآن خالد ناجم يصبح عدد ركلات جزاء اللي يحتسبها خالد ناجم من خلال 9 مباريات 5 ركلات جزاء احتسبها خالد ناجم. نعم 5 ركلات جزاء احتسبها فقط خالد ناجم، لكن مجمل ركلات الجزاء في دوري أدنوك للمحترفين 68 ركلة جزاء قبل مباريات اليوم. 68 ركلة جزاء تم تسجيل منها 52 هدف وضاعت 16 ركلة جزاء. اليوم أيضا في لقاء الجزيرة والوصل يبدو بأن هناك كانت ركلة جزاء، إذا معناته 69 ركلة جزاء، 53 مسجلة و16 ضايعة، والآن ركلة الجزاء رقم 70 في دوري أدنوك للمحترفين للاعب ريان مينيز. لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية عبد الله عباس هو من يرتكب الخطأ، وضع اليد، استمرار وضع اليد، شوف بعد ذلك عاق اللاعب من الخلف. أعتقد بأن القرار سليم، سيصادق الفار أيضا على قرار خالد ناجم. هذا عبد الله عباس اللي يرتكب خطأ الآن، وعمر خريبين الآن، عمر خريبين في طريقة لتسجيل ركلة. على فكرة عمر خريبين أيضا مسجل ركلتين جزاء للوحدة هذا الموسم، وهذه ركلة الجزاء الثالثة له لعمر خريبين، ولديه 14 هدف، يسعى للهدف رقم 15 الآن. خريبين في مواجهة التميمي، هل يعدل النتيجة؟ خريبين يضعف في المرمى، نعم يعدل النتيجة الآن الوحدة يسجل، ومارتينيز في المدرجات، فابيو مارتينيز اللي كان واضح بالصورة أيضا سعيد تماما الآن بعودة الوحدة للمباراة وتعديل النتيجة وإبقاء أماله على المركز الثاني. إذا ننتظر، سنشاهد مباراة مثيرة مثيرة في الدقائق القادمة.
لاحظ وضعها بشكل ممتاز على شمال حارس المرمى. تغيير الآن. ريان بيريس إذن يغادر أرضية الملعب اللي تسبب في ركلة الجزاء. فرقة تحية أيضاً من قبل جماهير الحظ. مانع عايض اللاعب اللي تحدث عنه أيضاً الكابتن عبد الحميد. لاعب خط وسط. إذن الآن مانع عايض كتغيير أول أو تغيير ثاني للسيد عيسى غريغوري. حاول الآن ريان يعني رغم بداية الشوط الثاني أن أضاع النصر هدف ثاني كاد أن يصعب الأمور. سرعان ما عاد الوحدة وكسب ركلة جزاء أيضا وسجل هدف التعادل. توزي الآن يحاول يمر. براغا ويسلي تمريرة ممتازة الآن لمهدي عبيد والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس الآن عبد الرحمن صالح ليبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. ركنية الآن توزع على التنفيذ. تعود من جديد الآن للنصر وكرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء. لا زالت المحاولة قائمة إبعاد أيضا من خميس إسماعيل. ضياء السبع صاحب أول أهداف هذه المباراة. ضياء أحمد فوزي طارق أحمد في وسط الملعب. طارق لمحمد فوزي. ضياء يمر بشكل حلو يلعب لمحمد فوزي الآن وكرة عرضية مهدي عبيد ولكن خميس إسماعيل يخلصها. أيضا يلعب كرة الآن للأمام انطلاقة. خريبين الآن يتقدم الوحدة في محاولة لريمونتادا لعودة للمباراة لإبقاء ماله على المركز الثاني. خريبين يلعبها لجواو بيدرو. جواو يهيئها للقادم من الخلف. تصل من جديد لخميس إسماعيل. خميس يلعب كرة على طول لعبد الرحمن صالح. عبد الرحمن عرضية سهلة تماما لا وجود لأي لاعب تصل سهلة باتجاه حارس المرمى عبد الله التميمي. توزي يتقدم للأمام الآن. براغا ويسلي الآن هنا. ويسلي براغا الآن يلعبها على طول لريان مينيديس. ريان لطارق أحمد. طارق تمريرة ممتازة للأمام الآن باتجاه مهدي عبيد. يحاول يمر يضغط عليه أيضا روبن. النصر يحاول الآن أن يضغط على مرمى الوحدة. ضياء والتسديدة ولكن بيحضر حارس المرمى راشد علي. هذا ضياء سجل هدف رقم 11 اليوم. بينما خريبين هو هداف فريق نادي الوحدة الآن ب 15 هدف يتفوق على جواب بيدرو اللي عنده 14 هدف. كرة تصل الآن لمهدي. تسديدة وين هذه؟ وين؟ إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة اصطدت أيضا بأحد اللاعبين وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. أصبحت الآن إلى ركلة ركنية نصراوية. يصل النصر كثيرا لمرمى الوحدة. يصل كثيرا لمرمى الوحدة. لاحظ هذه الكرة الماضية. راشد علي. ثلاث ركنيات لكل فريق في المباراة. كرة اللعب عالية للأمام الآن بالراس تتهيأ بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. يعقوب البلوشي. هذه الكرة اللي اصطدت أيضا بمنصور إلى خارج أرضية الملعب. تعود من جديد. خريبين يحاول مع توزي. خلصها على طول. ويسلي تبعد من امام الان. عبد الرحمن صالح يخلصها يلعب كرة على طول لخريبين لحارس المرمى راشد علي. راشد بدوره يرسل كرة طويلة للامام.
لمسة من بيدرو وبعدت أيضا عادت من جديد نصراوية على طريق ريان. توزي للخطأ هذه إلى خارج أرضية الملعب. مباراة الوصل والجزيرة لا يزال الوصل يتقدم بهدفين لهدف. كرة تعود من جديد الآن. عايض منع عايض البديل لراشد علي. كرة تصل الآن في الجهة الأخرى محاولة قائمة. فارس جمعة ذكرنا في المباراة الماضية ونذكر اليوم أيضا المشاهد الكريم عبر قنوات أبو ظبي الرياضية بأن فريق اتحاد كلباء هو الفريق الوحيد في الدوري اللي ما تلقى أي بطاقة حمراء. هذا شيء ممتاز أيضا. برافو إسماعيل في قطع الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا حديث أيضا ليما وحكم اللقاء سيد خالد ناجم. وصلنا إلى ساعة لعب تماما الأمور لا زالت تعادل الفريقين بهدف لهدف. ركلة جزاء كانت صحيحة أيضا احتسبها حكم المباراة خالد ناجم. رمي التماس الآن عبد الرحمن صالح على تنفيذ رمي التماس. هنا إسماعيل المطر كانت لمسة ممتازة قبل قليل. جواب بيدرو مرور ممتاز من جواب. يلعب كرة تعود تصطد هذه تتخلص من طارق أحمد. تبعد الآن للأمام ريان ومعه فارس. صافرة وخطأ على فارس جمعة. تعود من جديد تصل الآن للأمام محمد فوزي. توزي لفوزي بشكل حلو الآن وكرة ملعوبة ولكنها تتخلص أيضا. عبد الله عباس ريان من ديز يحاول يمر يلعب كرة عرضية خطيرة هذه ولكنها تبعد من فارس جمعة. ضغط نصراوي في هذه اللحظات. طبعا دوري أدنوك للمحترفين سيسدل الستار عنه يوم غد. يوم غد إن شاء الله بنياس واتحاد كلباء ملعب بنياس خورفكان وشباب الاهلي ملعب صقر بن محمد القاسمي مدينه خورفكان العين والشارجه في استاد هزاع بن زايد بنادي العين والامارات وعجمان في ملعب الامارات. كرة اللعب الان تعود من جديد في وسط الملعب خميس اسماعيل. خريبين بشكل حلو يلعبها على طول لروبن وكرة عرضية تعدي ايضا تعدي وتبعد الآن. تعود لريان مرتدة الآن لمصلحة النصر. ريان منديز معه أيضا عايض خلصها من أمام خميس. تعود من جديد مانع عبد الله صالح. بيمينتا فارس جمعة هناك لمصلحة فريق نادي الوحدة. تغيير اللعب من فارس بشكل حلو باتجاه عبد الرحمن صالح. استلام جميل من عبد الرحمن يلعبها لاسماعيل مطر. اسماعيل ممتاز اسماعيل باتجاه خريبين ولكن ايضا يعقوب يخلصها من امامه. عادت من جديد الان تبعد لعب الان شاهد عشوائي في وسط الملعب. شايف كل الكرات مقطوعه الان. كره تصل لجواو تمريره حلوه من جواو الان
انطلاقة ومحاولة خطيرة خريبين، ولكن التميمي يخرج من مرمى أيضا يبعد الكرة الماضية. الكرة لا زالت والمحاولة لا زالت، عمر خريبين مانع، عايد مانع بالخطأ هذه من خريبين. توزي يرسل كرة الآن لريان، سريع سريع ريان، سريع ريان، واحد على واحد ممكن يمر. عبد الرحمن صالح معاه يلعبها على طول لبراغا، ويسلي الآن براغا على طول ناقلها لضياء السبع، ضياء يتقدم، هناك سقوط اللاعب ريان من إيديز أيضا على أرضية الملعب. طارق أحمد، توزي توزي بالخطأ الآن تعود من جديد، إسماعيل يلعب كرة أمامية باتجاه جواو بيدرو، واو أيضا في خطأ على ليما، خطأ على ليما، خطأ تكتيكي كان من ليما على اعتبار أن الهجمة كانت مرتدة لمصلحة فريق نادي الوحدة، عاقل لاعب وعطل اللعب حتى يعود لاعبو النصر لأن كانوا مندفعين أيضا للأمام. لاحظ هنا الكرة الماضية، خطأ واضح لجواو بيدرو، 14 هدف هذا الموسم، بينما هنا كرة ريان مينيديز اللي حكم المباراة أعطى مبدأ تحت فرصة. عموما الآن في خطأ وضربة حرة مباشرة، الدقيقة رقم 65، 25 دقيقة متبقية على نهاية المباراة، والتعادل يخدم تماما فريق نادي الشارقة ليكون هو ثاني الدوري قبل لقاء أمام فريق نادي العين يوم غد. كرة اللعب للأمام تعود من جديد، محاولة قائمة، روبن الآن يحاول يمر ويسدد، ولكن حارس المرمى أيضا عبد الله التميمي يبعدها. روبن طبعا بهدفه اللي سجله في مرمى الظفرة لا ينسى تماما. هنا الكرة الماضية اللي أبعدها عبد الله التميمي وعاد وسيطر عليها قبل أن تغادر إلى خارج أرضية الملعب ركنية. الدقيقة رقم 66، هناك في بطاقة صفراء الآن يبدو على فارس جمعة. بطاقة صفراء الآن يشيرها حكم اللقاء لفارس جمعة. تلعب الآن وتعود من جديد. تمرير الآن أمامي ويسلي براغا، ويسلي مور خطيرة هذه للنصر، لكن يبدو أيضا بأن هناك في راية. نعم كان في موقف تسلل، كان في موقف تسلل في اللعبة الماضية. تعود من جديد الآن، نقترب رويدا رويدا من نهاية هذه المباراة. منصور ناقل كرة باتجاه روبن، من هذا المكان سدد في لقاء الظفرة وذهبت في شباك الظفرة يوم ما فاز على الظفرة 3-2 في اللحظات الأخيرة. توزيلان كرة تبعد الآن تعود من جديد، إسماعيل تغيير اللعب على طول باتجاه عمر خريبين لإسماعيل مطر الآن في وسط الملعب. تمريرا الآن لجواو تبعد هذه تصل للروبن من جديد. إسماعيل يسدد الآن خميس، ولكن وين بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. عمر خريبين طبعا هو هداف فريق نادي الوحدة ب 15 هدف، جواو بيدرو 14 هدف، فابيو مارتينيز الغايب عن هذه المباراة 9 أهداف، أدريان سيلفا أيضا الغايب عن المباراة
بثلاثة أهداف، إسماعيل مطر ثلاثة أهداف، خليل إبراهيم هدفين، منصور كربي هدف، وجو ماركوس ليما هدف، وفارس جمعة هدف، وروبن فيليبي هدف. أولاهم هدافي فريق نادي الوحدة، بينما هدافي فريق نادي النصر أنطونيو خوسي 12 هدف، ضياء السبع 11 هدف، سبستيان تيغالي 10 أهداف، ريان مينيديز 4 أهداف، ليما هدفين، عبد الله أنور هدف، ومهدي عبيد هدف. كرة تذهب الآن إلى خارج الملعب الدقيقة رقم 70. عموما الآن توزي على تنفيذ الركنية، كرة ملعوبة للأمام بالرأس، تعود من جديد، خروج حارس المرمى أيضا يبعد الكرة الماضية. إسماعيل مطر أول يمر، تبعد من أمامه، كرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء بالمرمى، نعم هدف في المرمى، جميل جدا، هدف جميل جدا في المرمى، يبدو ليما هو من سجل الهدف الآن الثاني للنصر. راح نشوف لعبة كانت بالفعل قوية جدا ورأسية رائعة رائعة تماما، يسجل النصر إذا الهدف الثاني الآن، الهدف الثاني للنصر، وهذا يفرح الشرجاوية. خلاص تستمر الأمور بهذه الطريقة، النصر يفوز، الشارقة إلى المركز الثاني. لاحظ هنا الاستلام الرائع تماما من توزي، وقف كرت بشكل حلو، لعبها على رأس ليما، شوف شوف اللعبة على رأس ليما، وليما بالرأس يضعها في الزاوية يسجل الهدف الثاني الآن للنصر. اثنين الآن، اثنين النصر مقابل واحد للوحدة، هدف جميل عن طريق اللاعب ليما، وليما يسجل هدفه الثالث في دوري أدنوك للمحترفين، نعم هذه ثالث أهداف ليما في دوري أدنوك للمحترفين مع هدفين النصر اليوم، يصبح النصر ل 42 هدف. كرة تعود من جديد، إسماعيل مطر يرسل كرة عالية وأمامية أيضا سهلة تماما تصل لحارس المرمى عبد الله التميم. إذا بهذه الطريقة الآن يصبح جدول الترتيب كالتالي، العين طبعا في الصدارة، الشارقة في المركز الثاني، الوحدة في المركز الثالث، الجزيرة في المركز الرابع، شباب الأهلي في المركز الخامس، لكن فوز النصر يصعد به للمركز السادس إلا إذا كان الوصل متقدم، أيضا الوصل في المركز السادس، لأن الوصل متقدم على الجزيرة الآن 2-1، يصل للنقطة رقم 36، النصر إذا ما فاز راح يصل للنقطة رقم 35، راح يذهب للمركز السابع ويضع خلفه فريق عجمان اللي لديه مباراة يوم غدا أيضا أمام الإمارات. بنياس في المركز التاسع ب 30 نقطة، خورفكان في المركز العاشر ب 28 نقطة، اتحاد كلباء في المركز الحادي عشر ب 27 نقطة، الظفرة في المركز الثاني عشر ب 24 نقطة، والعروبة ب 18 نقطة، والإمارات ب 10 نقاط، والاثنين غادروا دوري أدنوك للمحترفين. هكذا إذا وضعية الفرق وجدول الترتيب. ضياء السبع كرة تعود من جديد، كرة تعود من جديد سهلة باتجاه راشد علي. خلاص الآن نلعب في آخر تقريبا ربع ساعة على الوقت الأصلي أو أكثر بقليل، والنصر يتقدم الآن بهدفين لهدف، تعود من جديد الآن في وسط الملعب فارس جمعة، خميس إسماعيل،
كرة تصل الآن للأمام. خريبين، هل يعود الوحدة؟ بيدرو هي الإسماعيل، لكن كرة مقطوعة. طارق أحمد، لوكاس، لكن يضغط براغا الآن، يخلصها من أمام لوكاس. بيمينتا، يعود بيمينتا، إذن يعود بيمينتا بقوة كبيرة جدا، يخلص الكرة الماضية. صافر أيضا هناك أحد اللاعبين. لاحظ هذه الكرة الماضية، لاحظ هناك فهد مسعود أيضا إداري الفريق المتواجد، أيضا أحد اللاعبين كان البارزين. وهنا هدف المباراة الأول عن طريق ضياء السبع، مروره كان ممتاز من حارس المرمى. وهنا فرحة المدرب سالم ربيع، وهنا ركلة الجزاء وهدف التعادل. خالد ناجم لم يتردد تماما باحتساب ركلة الجزاء، كانت واضحة وصريحة، ترجمها خريبين في المرمى إلى هدف التعادل. لكن عاد النصر وسجل عن طريق اللاعب ليما هدف جميل من عرضية كانت رائعة من توزي. لاحظ يعني غريب أنه يسكنها ويوقف على راحته ويلعب بالكرة والثاني يضرب برأسه ولا أحد يتابع تلك اللقطة. استراحة الآن لشرب المياه. تنتهي الأمور بهذه الطريقة. الشارقة إلى المركز الثاني مباشرة دون انتظار. مباراة العين والشارجة. لكن كنا نعمل أيضا تغيير، إذا الآن يأتي للنصر عبد العزيز داوود سليمان لاعب ايضا بدلا من ويسلي براغا. اذا التغيير من سالم ربيع الان. النصر خارج ملعب، خسر من عجمان 0-3، من الجزيره 1-2، من العين 1-3 في الدور الثاني، من خورفكان 0-4، ومن بنيه 2-1. بينما خارج ملعب فاز على الإمارات 4، الشارجة 3، على الوصل 2، بالدور الثاني شباب الوالي الأهلي 2-1، والآن يفوز أيضا على الوحدة حتى الآن بهدفين لهدف واحد. خميس الآن يلعب كرة للأمام، يتخلص من محمد فوزي. ضياء السبع يعيد لمحمد فوزي. محاولة الآن للوحدة للعودة للمباراة. لوكاس بيمينتا، عبد الرحمن صالح، حاول يمر من عبد العزيز داوود، يبدو في إصابة أيضا للاعب عبد الرحمن صالح، بالسلام إن شاء الله. لاحظ هذه الكرة الماضية، كرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب.
سلامات ان شاء الله للاعب عبد الرحمن صالح، يقوم بالسلام ان شاء الله. نذكر ايضا بان تختتم مباريات دوري ادنوك للمحترفين يوم غد باربع لقاءات. بني ياس يستضيف اتحاد كلباء، موسم للنسيان لفريق نادي بني ياس، فريق اللي قدم مستوى مميز في الموسم الماضي. اتحاد كلباء ايضا لم يكن كما كان في الموسم الماضي. خور فكان الفريق مع مدربه الوطني عبد المجيد النمر بالفعل قدم مباريات ممتازه في الجوله الاخيره. شباب الاهلي ايضا موسم للنسيان، العين موسم يريد ان يتكرر لما قدم هذا الموسم من نتائج ايجابيه كبيره جدا. ايضا كان على مستوى حصول على بطوله الدوري، على مستوى الهدافين، على مستوى افضل لاعب، على مستوى افضل مدرب. الشارقه بكتيبته القويه لم ينجح هذا الموسم، ربما ينجح الموسم القادم. الامارات اللي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فعاد الى دوري الدرجه الاولى. عجمان هو الحصان، نعم، لما قدم هذا الموسم من اداء رائع مع مدرب السيد غوران. الوصل جماهير تنتظر في الموسم القادم. ايضا الجزيره هو الاخر، لم يكن الجزيره اللي كان في الموسم الماضي. النصر كالعادة استعدادات قوية وأسماء، ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الوحدة أصحاب السعادة، نعم نافسوا، ولكن أيضا يعني يحسب وجودهم في نهائي كأس رئيس الدولة. الظفرة اللي استطاع أن يبقى في دوري أدنوك، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب. نعم هكذا إذا وضعية الفرق كلها ذكرتها الآن. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الفرق في دوري أدنوك للمحترفين، وبالتوفيق أيضا للقادمين إلى دوري أدنوك دبل فجيرة والبطايح في ظهوره الأول. كل التوفيق لهذه الفرق إن شاء الله في الموسم القادم. هذه كرة بيدرو الآن للعب الكرة الماضية جواو، ومرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب، هنا سالم ربيع منزعج تماما للكرة الماضية، كانت خطيرة على مرمى النصر. النصر كما ذكرت يريد أن يفوز في هذه المباراة، يصل للنقطة رقم 35 أو 36، يذهب للمركز السادس. نعم نقطة رقم 35، يذهب للمركز السابع على اعتبار أن الوصل أيضا متقدم الآن. الوصل يبقى في المركز السادس. كل هذه الأمور ننتظرها بعد نهاية مباريات اليوم ومباريات يوم غد. كرة ملعوبة الآن خطيرة، ولمسة أيضا، ولكن طول إلى خارج أرضية الملعب. محاولة كانت خطيرة لمصلحة الوحدة. لاحظ يندفع عبد الرحمن صالح وحاول أن يلعب الكرة، ولكنها قوية جدا أيضا تمر إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. هنا غريغوري يعني وكأني يقول أنا مالي دخل، الفرص قاعدة تضيع بهذه الطريقة. عموما كرة تعود من جديد الآن، سبع دقائق أخيرة متبقية على الوقت الأصلي. رمي التماس الآن لمصلحة فريق النصر. ليما صاحب ثاني الأهداف في هذه المباراة، تتخلص من روبن، تعود من جديد الآن. كرة في وسط الملعب، ما في شيء تماما، ما في شيء. عبد الرحمن صالح ايضا عدت من امامه الى خارج ارضية الملعب، اصبحت الان الى رمي التماس. اخر لقاءين للنصر لم يتذوق طعم الفوز، خسر من الظفرة 2-1. والوحدة هو الاخر اللي تعادل الآن في هذه المباراة، وخسر لقاءها الماضي أو فاز لقاء الماضي أمام الوحدة، لكن قبلها أيضا كان وقد تعادل وتعثر. هنا محاولة الآن،
كرة ملعوبة الآن للأمام، 6 دقائق الأخيرة مشاهدينا الكرام. الوصل هناك يتقدم على الجزيرة بهدفين لهدف، وهنا النصر يتقدم على الوحدة بهدفين لهدف. أحمد فوزي تبعد من أمامه، لمسة الآن لخميس إسماعيل. خريبين بالخطأ، هذه أقل مباريات عمر خريبين هذا المساء. كرة تعود من جديد، مهدي عبيد محمد فوزي مهدي عبيد، كلها نقلات الآن لمصلحة فريق نادي النصر. نسبيا يعني النصر كان الأفضل في المباراة. لاحظ هذه الكرة الماضية وخطأ، وفي تغيير الآن للنصر. كوجو بديلا لمهدي عبيد لم يظهر ولم يكن يعني كما يتمنى جمهور العميد. الوصل إذن يتقدم على الجزيرة حتى الآن بهدفين لهدف واحد. الوصل هناك بملعبه يتقدم على الجزيرة بهدفين لهدف واحد، والنصر أيضا يتقدم على الوحدة بهدفين لهدف واحد. اليوم النتائج كلها 2-1، شو السالفة؟ مباراة العروبة والظفرة أيضا 2-1. كرة تصل الآن لريان، تتخلص هذه إلى خارج أرضية الملعب. تصل الآن إلى خارج أرضية الملعب، الآن ركلة ركنية. دقيقة رقم 86، 4 دقائق متبقية على الوقت الأصلي. ركنية الآن للنصر بالرأس، هذه تبعد أيضا إلى خارج الملعب، ركنية من جديد. النصر أفضل في هذه المباراة، أفضل بشكل بسيط. كرة ملعوبة الآن للأمام، رأسية إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت أيضا. من ريان مينيديز. خلاص إذن اللحظات الأخيرة، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت الآن إلى ركنية. كوجو البديل اللي أبعدها. دقيقتين متبقيات على الوقت الأصلي. اسماعيل مطر الآن على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة فريق نادي الوحدة. هذا اسماعيل مهما تقول فيه، يبقى اسماعيل العطاء، يبقى اسماعيل اللي قدم كل شيء في كرة القدم، ونموذج للاعب مميز جدا أيضا، ونموذج للاعب يضرب أمثال كثيرة بالفعل لكل الشباب. يعني والله لا أقولها وبأمانة ولا حد يزعل مني، يعني اسماعيل مطر افضل من محترفين كثر شاركوا في دورينا هذا الموسم، وهذه حقيقه وما حد يزعل من الحق. هناك فرق اتت بلاعبين محترفين كانوا عاله على الفريق ولم يستفيد منهم الفريق. عموما نامل ان شاء الله في الموسم القادم ان تتصلح الامور وتتصلح الاوضاع، وتكون هناك اعين ثاقبه ترصد لاعبين مميزين للدوري.
خلاص إذن الدقيقة الأخيرة المتبقية على نهاية هذه المباراة، والنصر لا يزال يتقدم على الوحدة هنا بهدفين لهدف واحد في ختام مشوار الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم. لا أقول ختام الدوري لأن ختام الدوري راح يكون يوم غد بأربع لقاءات، لكن اليوم النصر والوحدة والجزيرة والوصل والظفرة والعروبة خلاص ودعوا الدوري هذا الموسم وسيكونون في أجازة الآن. لكن كل الأنظار إن شاء الله تتجه إلى منتخبنا الوطني، إلى الأبيض الحبيب، منتخبنا الوطني بإذن الله تعالى اللي تنتظر مواجهة قوية أمام المنتخب الأسترالي، وإن شاء الله قادرين بإذن الله يعدونها شبابنا بهمة رجالنا إن شاء الله. كرة اللعب الآن للأمام تتخلص هذه. إسماعيل حاول يمر تبعد من أمامه أيضا عبد الله عباس يخلصها إلى خارج أرضية الملعب. خمس دقائق كوقت محتسب بدل ضايع أضافه حكم اللقاء سيد خالد ناجم اللي يعتقد من وجهة نظري بأنه نجح تماما في إدارة هذه المباراة. كرة تعود الآن من جديد. خميس عايض ضغط وحداوي الآن في هذه اللحظات. إسماعيل المطر ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحميك، يعني بهذا العمر وبهذا بهذه الروح وبهذه الأجواء وتسعين دقيقة وعندك هذا الجنب ما شاء الله تبارك الرحمن. تعود من جديد خميس يلعب كرة للأمام. خريبين المختفي غير ركلة الجزاء ما شاهدنا في هذه المباراة. كرة تصل الآن إلى خارج الملعب، رمي التماس، دقيقة أولى تمضي الآن. نأمل إن شاء الله الموسم القادم للفريقين أيضا أن يأدون بشكل أفضل. أن أيضا تكون استعداداتهم بشكل جيد. أسعدتنا عودة العين هذا الموسم، أسعدتنا عودة الشارقة قبل موسمين. إن شاء الله يعود الوصل والنصر والجزيرة والوحدة وبنياس وكل فرق دورينا إن شاء الله تعود لكي تكون الإثارة والمتعة أيضا. كرة تعود من جديد، خريبين في محاولة الآن. عمر يلعب كرة عالية للأمام من راس تتهيأ روبن باتجاه جواو يلعب كرة الآن. إسماعيل مطر ما شاء الله يا إسماعيل، ما شاء الله إسماعيل هيئها لكن ما في لاعب تابع الكرة الماضية. ريان منيديز مبدأ تحت فرصة بخالد ناجم. برافو خالد، برافو خالد ناجم. كرة ملعوبة الآن للأمام. داود البديل عبد العزيز داود لتوزي كارفالو توزي عبد الله عباس والكرة تعدي إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس الآن. لوكاس بيمينتا روبن هناك في الجهة اليسرى. دقيقة ونصف متبقية على نهاية الفريقين في هذه في دوري أدنوك. الفريقين خلاص راح يختتمون مباريات دوري أدنوك الآن بعد دقيقة ونصف. مرور ممتاز وكرة ملعوبة. إسماعيل بالراس يهيئها
لوكاس بيمنتا، المرمى فاضي واسماعيل يحاول. الله، اسماعيل مطر كاد ان يعود بالوحده للمباراه. واسماعيل، اسماعيل اذن هو 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 اسماعيل، هو هو اسماعيل. قبل شوي اقولكم مع كل الاحترام والتقدير يبقى اسماعيل افضل من محترفين كثر. الله عليك والله يحميك يا ابو علي. بالفعل لاعب بهذا السن بهذا العمر يقاتل بالفعل حتى اللحظات الاخيره، يضرب بالراس، يسجل هدف التعادل الان، يسجل هدف التعادل الان في هذه اللحظات. اي والله اسماعيل، اسماعيل في كل مكان. اسماعيل نعم بان الوحده لا يحصل على المركز الثاني، لكن يبقى لاسماعيل ايضا رده فعل، ويبقى لاسماعيل اصرار. سدد الكره الاولى، اصطدت بالعارضه، ما قال لك خلاص انتهت، لا لا، عاد وقام وضرب براسه ايضا وسجل هدف التعادل، سجل هدف التعادل. الان 2-2 والخمس دقائق انتهت، الخمس دقائق انتهت الان. يبقى اذا الوحده، يبقى الوحدة متعادلا، لا يخسر أمام النصر في السنوات الماضية. إذا تعادل 2-2 الآن وبطاقة صفراء لعبد الله عباس، وأعتقد بأن الأمور انتهت، انتهت. لكن لكن واحدة من اللقطات الجميلة في نهاية الموسم للنجم الكبير إسماعيل مطر، إسماعيل مطر الكرة أحيانا لما اللاعب يضيعها، شوف هذه، هذه شوف 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 وين هدف، هدف أعتقد ما فيش، اصطدت بالمدافع، اصطدت بالمدافع غريغوري ايضا. يعني نحييه لابقاء اسماعيل في الملعب ولم يغادر ارضيه الملعب. اذا ماذا هناك؟ هدف اذا لاسماعيل مطر، او لا زال حكم اللقاء مع الفار؟ ماذا يحدث؟ شو اللي صار؟ الفار على ايش؟ يعقوب البلوشي في حديث مع حكم المباراه، خالد ناجم مع غرفه الفار، عمر العلي، ماذا هناك؟ ماذا يحدث هناك؟ الدقيقة رقم 96. إذا يحتسب الهدف الآن في هذه اللحظات. نعم هدف سليم، ما في شيء، هدف سليم ما في شيء. إذا مباراة الوصل والجزيرة تنتهي بفوز الوصل. لاحظ هذا إسماعيل الأولى، شوف 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 ثلاث مرات إسماعيل الأولى، الثانية وين؟ الثانية بالعارضة، الثالثة لا، قام إسماعيل، قام، ما قال لك انتهت الهجمة، قام مرة أخرى، بعد ذلك وضعها في المرمى، سجل هدف التعادل. تحسب هذه الإسماعيل، هذه لقطة عند الكباتن هناك عبد الحميد المستكي وزبير بيه مع الزميل العزيز محمد الأحمد. إذا بهذه اللحظات يطلق حكم اللقاء السيد خالد ناجم، يعلن نهاية هذه المباراة بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين، نقطة للنصر ونقطة للوحدة. إذا مبروك الشارقة الآن، خلاص هو وصيف دوري أدنك للمحترفين بتعادل الوحدة هذا المساء. زميلي محمد الأحمد، كابتن زبير بيه، كابتن عبد الحميد المستكي، لديهم الحديث الكثير. أما أنا أستودعكم الله على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله يوم غد في ختام دوري أدنك للمحترفين. تقبلوا تحياتي من كان معكم أحمد الحسني. محمد، لقطة المباراة الأخيرة اسماعيل مطر، إليك الكلمة.